متابعي قناة بستار، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الفنان الجزائري مغني الراب سول كينغ والممثلة نوميديا لازول في اعترافات جريئة، حيث كان رد سول كينغ صادما لها ولمتابعيها، وهذا بعد نشرها هذه الصورة وأرفقتها بهذه الكتابة دوني موا طاما اي ديفلوبو نوتر الجيري، بمعنى أعطني يدك وهيا نكتشف بلادنا. إلا أن رد سول كينغ كان غير متوقع، حيث كتب هيا بدات، إلا أن متابعيهم لمحوا أن هذا التعليق هو نوع من الغيرة والمغازلة الخفيفة. وسألت إحدى المتابعات لنوميديا لازول سؤالا محرج، نوميديا كون رؤوف مازالو زوالي زعما صحرا كتهضري معاه وتجاوبي؟ فكان الرد من نوميديا لازول صريح وواضح، حيث كتبت مع إضافة إيموجي للإعجاب وي إلي بو. حتى وصل الأمر إلى أن سألها متابعوها عن وقته تتزوجوا، ومني أحلى سلام لكم لأحلى متابعين في العالم. اشتركوا في القناة، فعلوا الجرس، وانتظروا كل جديد على قناة بيستارز.